كل النداءات العربية والإقليمية والدولية والإفريقية من أجل الحوار أو المفاوضات أو الوساطة لن تلقى آذاناً صاغية إلا إذا شعر أحد الطرفين أنه سيخسر المواجهة. لو أن كلا المتحاربين شعر بأن ما يفعلانه غير مجدي في هذا المضمار وأن المجتمع الدولي والشعب السوداني وقوى المجتمع المدني والقوى السياسية في السودان لن تسمح لأي منهما بأن يقفز إلى السلطة على دماء وأشلاء الشعب السوداني، ربما يكون ذلك رادعاً.